وترجع من جديد عن طريق عبد الحميد أمجد، وهدف التعادل. هدف التعادل، قصة قوية، قصة قوية من عبد الحميد أمجد. كانت أجواء كبيرة من الفرح في المنستير وفي باردو، صعود جاء بعد تعب كبير، أكيد ملعب التونسي عاد إلى وضعه الطبيعي، إلى مكانه الطبيعي، مثل مول حال الاتحاد المنستيري. شفنا الغسرة، شفنا البكاء عمناه في باردو، شفنا الحسرة متاع اللاعبين السابقين، متاع المسؤولين، متاع الجماهير على السقوط أيضا، شفنا الحسرة في المنستير، لكن بالعمل وبالمثابرة ينجم الفريق يرجع إلى مكانه الطبيعي. هكا ولا مختارتيل؟ صحيح، يعني هو المشكورين الهيئة المديرة متاع الملعب التونسي، والهيئة المديرة متاع الاتحاد المنستيري، واللاعبين والأحباء متاع الجمعيتين هذوما، كلهم مشكورين على العمل اللي قاموا به وعلى الصعوبات اللي تعرضوا لها الملعب التونسي. مشكورين على العمل رغم الصعوبات، مش مشكورين على الصعوبات. لا لا لا، على العمل، على العمل اللي قاموا به. يلزم ديما، يلزم ديما مصحصح معك ديما تبعني باش ما باش نقعد ديما في السنية. شو بدي رابيش؟ ما ندير رابيش، مانيش جيت من تركيا مسكي. اي في فور ريجلي. هنا نحب نشكر سي جلال بن عيسى والهيئة المديرة نتاعو، سي ديغا، سي أنيس الباجي، هذوما ناس، وبقية الهيئة المديرة في المستير، سي أحمد بلي، برغم اللي صارت شوية مشاكل بسيطة، لكن إن شاء الله تتعدى على حسب المرام. لكن أهم من هذا الكل هو العام الجاي رجعوا إلى مكانهم الصحيحة، لكن يجب أن يبقوا فيها. الوصول إلى القمة صعب، لكن اللي أصعب منه هو البقاء في القمة. والملعب التونسي والاتحاد المنستيري هذوما جمعيات عريقة، جمعيات عندهم تاريخ، ينجموا يقوموا بأنه هي على أحسن ما يرام. سامي العكريم، بالنسبة للملعب التونسي، شوف، أهم من صعود الملعب التونسي الفريق هذايا، أهم حاجة هو أنه عاود لقاء الجمهور. احنا نعرف الجمهور هذايا بتاع الملعب التونسي عنده 40 سنة ضاع على الفريق. شوف، الملعب التونسي نزل إلى الرابطة الثانية لأنه مئات الأخطاء ارتكبت في الفريق هذايا. ان شاء الله فريق نور الدين ديوا وفريق عبد الوهاب الاحمر وفريق احمد المغيربي ما يعاودش الاخطاء هذه، لانه الاخطاء القادمه باش تكون قاتله. لطفي السليم، هو سامي كان تشوف الملعب التونسي وقت اللي تاكد نزوله للدرجه الثانيه مباشره، قعد اسبوع ولا اسبوعين، وبعد مباشره تلمت الهيئه المديره، مباشره بدا يخدموا لبناء فريق للعوده للمنافسه في الدرجه الرابطه الثانيه، لانه ماهيش سهله الرابطه الثانيه.
على مجموعتين وبعد فما دورة الصعود وفما منافسة كبيرة برشا. يعني حقيقة استحقاق كبير للخدمة اللي خدموها، عملوا انتدابات للفترة الأولى وعملوا انتدابات من بعد للمنافسات نتاع الصعود، وهذا كان مدروس يعني، وهذا حقيقة نهنيهم عليها. عملوا انتدابات للرابطة الثانية، العام الجاي حكاية أخرى. حكاية أخرى، والاتحاد الرياضي المؤسسي بالطبيعة خدم ثلاث سنين تقريبا باش يحاول يرجع الفريق نتاعو توفيق زعبوب. زوز فرق معناها من الفرق الكبيرة اللي عطاو برشا الكرة التونسية، تعداو بظروف صعيبة، رجعوا بقوة وبسرعة للرابطة المحترفة الأولى. أكيد يلزم اليوم يخموا أنه ما عادش يرجعوا للرابطة الثانية، شو يلزموا يعملوا؟ الإمكانيات، هذاك المشكل، ومعناها مش مشكل الملعب التونسي والاتحاد المنستيري. ان شاء الله الدعم يجي، مش الاتحاد المنستيري كيما فرحوا المساتريه الكل وجماعه والبخلاوه الكل، تو يلزمهم يقفوا مع فريقهم، يقفوا مع رئيس الجمعيه اللي مش يكون مش يحضر فريقهم، مش يوم اللي مش يبدا المباراه، لا لا من تو مش يحضروا، مش يعملوا بريباراسيون، مش يحاولوا ينتدبوا لاعبيه جدد. دونك يلزم تو الفلوس وتو الدعم وتو الوقفه، مش بعد ما يقعدوش ندمين على خساره ثلاثة شهور وتبدا البطوله وبعد نكسه او اثنين وتولي تدخل الدوامه. انت تتكلم سي محمود يعملك هكا، يعني اكد انه المال قوام الاعمال في الكره. المال التوزي. قوام الاعمال، والمشروع يبدا من الغدوه من اليوم. سيد هذه الفرحه نفرحوا على خطر الملعب التونسي والاتحاد الرياضي المونستيري راي مكانهم في الرابطه المحترفه الاولى، غادروه المكان ورجعوا. وانا نحب نتكلم على لطفي رحيم، رد الاعتبار للمدرب هذا اللي نذكره للاتحاد الرياضي المونستيري تحت لا يده في وقت صعيب برشا، هذا هو رجعه في فريقه كيف كيف الملعب التونسي. قبيلي ذكر سي رؤوف جيجا، كل العائله اللي انا عشت فيها الملعب التونسي، كي سي جمال المزابي، سي الحمروني، سي محمد درويش مع سي جلال العائله الموسعه، هذه العائله اللي كانت تتلم مع بعضها تعمل المستحيل، وعشت في فتره اللي الملعب التونسي ظهر بوجهه الحقيقي. محمد الشريفي سيسجل.